مشاهدينا الافاضل وين ما كنتم مرحبا بكم، عدد جديد من سامر تايم. بدينا متاخرين اليوم للاسف لاسباب خارجه عن نطاقنا. معليش نحاولوا في هذه الدقائق نستقبلوا اكبر عدد من الاتصالات باش كلكم تشاركوا في برنامج او في فقره جيم تايم من خلاله يفوزوا بالعديد من الهدايا السمية. يلا مساء النور محمد، مساء النور على كل المشاهدين. كما قال محمد هذا التاخير خارج عن نطاقنا لانه الرياح راهي اليوم بزاف بزاف، يعني ما حبيناش هي كانت الرياح. يلا واحد يقول على الاخر. للاسف يعني احنا من خلال البرنامج نوجه نداء للسيد رئيس امن ولاية الجزائر. احنا نعرف دائما انه الشرطة في خدمة المواطن، لكن اليوم اعوان الشرطة على مستوى فالديدرا قرب مقر وزارة الطاقة والمناجم ما كانوش في خدمة المواطن للاسف. رجاء اعادة النظر في مثل هذه التصرفات التي تسيء للجهاز. واحنا دائما نحيي افراد الشرطة ونتمنى انه دائما يتجسد الفعل وجسد مقولة الشرطة في خدمة المواطن. يلا على بركة الله نستقبلوا اول اتصال. شيف حسين بعدين حنرحبوا بك ونعرف اليوم عنده فاكهه جديده اليوم حسين. كالعاده يعني لحقتنا الاجابه البارحه على الفاكهه اللي كنا طرحناها محمد كلهم، يعني كنت قلت الاجابه انه هي عباره عن هجين ما بين الاجاس والبطيخ الاحمر وتستهلك بكثره في الولايات المتحده الامريكيه، وديت البارح قطعه منها يعني. واليوم يعني كاينه فاكهه جديده. اليوم فاكهه جديده، نروحوا نشوفوها. يلا نروحوا نشوفها. نشوف الفاكهه. حسين مساء الخير، واش راك؟ اليوم انا نشوف السكر وانا نشوف الهندي. هذا الهندي، شوف هذا الهندي مهجن، جاب لي الهندي مهجن هدايا. هذه فاكهه اسمها الكيوانو، هذه من افريقيا يعني، واللي هي الداخل كي نحلوها نسيبوها خيار الداخل، سيبوا على خضره وفيها الحبيبات كيفاش شو الخيار. بصح هذه كيفاش ينحوها يعني هكا راهي يابسه وتشوك يعني. إيه بصح كي تحلها لداخل طريه ومعمره بالماء داخل. نعم يلا راح نديروها كعصير اليوم ان شاء الله. راح نكتشفوا الذوق تاعها. واش عندنا ايضا؟ وعندنا لي ميني بان هذو راح نديروهم ثاني محشيين، وعندنا السكري راح نديروا اليوم لي ميلفاي وشوكولا. يلا اليوم المينيو ولا اروع، ولكن جيم تايم ايضا راح تكون ولا اروع رغم انه عندنا دقائق قليله فقط، حوالي خمس دقائق. يلا هي تدركوهم معطونا اول اتصال. رضيا اول اتصال ريت بس. عيون مساء الخير. مساء النور. مساء الخير صوتك يا الحمد لله، وانت كيف حوالك؟ الحمد لله. يلا سؤال ثقافة عامة، الغاز ولا موسيقى؟ موسيقى. يلا عطونا مقطع موسيقي من عندكم شباب. يلا معليش اليوم ما ربما الموسيقى محش تكون متوفرة. يلا ما بين الغاز والثقافة العامة يا أم. على ما أظن تخيري. وش تخيري؟ لغز. يلا اللغز تاعك يقول يا أم، عاودي فكريني. أم كيفاش؟ يلا شباب فكروني. الاسم الكريم. أم أنوار. أم أنوار. يلا لا أم أنوار. لا أنوار. اللغز تاعك يقول اللغز الأخير على للا فلانة لابسة ميات كتانة والركبة عريانة. على للا فلانة لابسة ميات كتانة والركبة عريانة. وشنو الإجابة هذا اللغز؟ يلا على مواقع التواصل الاجتماعي في انتظار أيضا إجاباتكم على هذا اللغز. لغز ولا أسهل؟ طيب كورونا. يلا على للا فلانه لابسه ميات كتانه والركبه عريانه. وش هي؟ يلا من الحيوانات. الدجاج. الاجابه صحيحه هي الدجاج. على للا فلانه لابسه ميات كتانه والركبه عريانه. على كي الضحك السريع عجبك اللون الغاز تاعك محمد. يلا نشكر كثير، ان شاء الله تكوني معنا اليوم من الفائزين. في انتظار المتصله والمتصله الاخرى. عندكم طقم من اجهزه كهرومنزليه. يلا اليوم الريح ليكادو تاعنا مخربين. عندنا باكس واليس، عندنا ايريس، هاتف ايريس الفا بليس، وايضا مكواه بخاريه، عندنا نظارات، عندنا عباءة سجيدة. قلنا كيف كيف. يلا اليوم عندنا كيف كيف. يلا يلا نعاود نذكر رقم الهاتف في سمية. رقم الهاتف دائما 077 08 36 09، هذا الرقم اللي دائما في خدمتكم وتقدروا تتصلوا من خلاله. اللي ما حكمش يعاود يسيسي لانه راح يكون معكم الحظ اكيد في يوم من الايام وتحكمونا. محمد دجاج على موقع التواصل الاجتماعي كاملهم يقولوا الدجاج. يلا ما شاء الله عليكم. محمد اليوم في المسابقة طرح لنا لغز. يلا حنطرح لكم لغز، لكن البارح
الرسمية تليفونك البارح دار لي مشكل، لأنه قالوا لي مزيد شوف من تليفون هذيك غشاشة، شوف من تليفونك يعني راح ناحيتي ما احنا عدنا لين بالحمامة البيضاء خلاص الحمام الزاجل. يلا اتصال لآخر، من ومن أين؟ إلى الصيف العالي. الصيف العالي الأخت منال، مساء الخير. مساء النور، وش راكي لاباس؟ والله الحمد لله. ثقافة عامة ولا الغاز؟ ثقافة عامة. هاي معولة، هاي معولة عليك. هذه عندها اطرحي يعني اطرحي لها السؤال. ثقافة عامة، ثقافة عامة، ثقافة عامة. أما سؤال؟ اطرحي لها أي سؤال ياكي حبة. يلا شوفي حنخيل لك صحة، راح نطرح السؤال الثالث ياسر، من هو البلد المعروف بصناعة السيجار؟ كاين بلد؟ كاين بلد معروف بصناعة السيجار، هذاك السيجار المارون اللي هكذا يا اخي، السيجار اللي تكيفوه بيان سور. هو بلد، هو بلد معروف وتربطوا علاقات كبيرة مع الجزائر وعنده عداء كبير مع الولايات المتحدة الأمريكية. لا لا لا، هو بلد جاي في أمريكا اللاتينية، معروف كذلك بالسيارات القديمة. فيديل كاسترو. شوفي شوفي التلفاز، يلا راح نساعدك شويه. يلا يا منال، بلد فيديل كاسترو وعنده مشنو؟ كيبا. كوبا. يلا الإجابة صحيحة، كوبا هي الإجابة الصحيحة، البلد المعروف بصناعة السيجار الكوبي. الحمد لله رحمك الله يهديك ويصلح بالك. يلا مع الحرارة مع وسموفا مع الريح هي كوبا. يا أخي مشي كورونا برك كنا بعد واحد لا واحد لولا يعطس يعني الشمس، لأنه الشمس الأشعة تخلي الواحد يعطس. كوبا يلا كلها الإجابة. روما يعني الله يهديك يا جيهان، روما هذه ما نعرف من جبتوها، احنا نقولكم أمريكا اللاتينية انتم تروحوا لي للروما عاصمة إيطاليا، والله شوية كولومبيا لا قلنا كوبا، فيديل كاسترو قلنا كوبا، ألمانيا الله يسمح لهم يعني. لكن كاين العديد من الاجابات الصحيحه، معليش محمد. يلا في كوبا في اجابه صحيحه. نستقبل اتصال اخر. الو، من ومن اين؟ الو الو، ام ياسين من الكاليتوس، يلا جزء العاصمه فقط. الو الو، مساء النور. الو مساء الخير. مساء الانوار ام ياسين، وش راكي؟ انعم مساء الخير. وش راكي؟ أم ياسين من كاليتوس. مرحبا بك أم ياسين. أهلا بك أم ياسين. سؤال في الثقافة العامة ولا في الألغاز؟ في الألغاز. يلا خلي محمد يعطي لك اللغز لأنه مشهور مشهور بالألغاز. يلا على الضيف، على الضيف اللي جانا وذبحنا له خروف، الناس كل كلات لحمة لحمة، هو قاعد يشوف على الضيف اللي جانا وذبحنا له خروف، الناس كل كلات لحمة لحمة، وهو بقى يشوف وشنو هو يا أم ياسين. يلا طوب كورونا نهار جاي، نهار جاي ياسين درتيها له. يلا انا الضيف اللي جانا وذبحنا على الضيف اللي جانا، هو ضيف يجي في العائله ما قوتك يجي ويفرحوا به يذبحوا له خروف اقتداء بسنه النبي عليه الصلاه والسلام، الناس كامل تاكل هو ما يقدرش ياكل. الرضيع البيبي لما يزيد، او العقيقه اللي يعملوها للرضيع لما يزيد. والاجابه صحيحه يا ام ياسين، وان شاء الله تكوني معنا اليوم من الفائزين. يلا يلا محمد، اليوم التاخير هذا راح نعوضه لهم ونستقبلوا اتصالات فيما بعد ان شاء الله. نروحوا فقط الان الى فاصل اشهاري ونعود نولد. من جديد مشاهدينا متواصلين معكم في برنامج سامر تايم بعد هذا الفاصل الإشهاري وأذان صلاة العصر حسب توقيت المحلي لمدينة الجزائر العاصمة وضواحيها، ما حبيناش حنايا نوصلهم لأنه لازم نستقبل، لازم الاتصال. نروحوا لبليده ومعنا كريم على ما أظن. يلا ألو مساء النور. ألو يا كريمة. ألو 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 يا كريمة. يا كريمة مساء النور. عجبتني شوف في الدار كريمة. كريمة مساء الخير، سؤال في الثقافة العامة، الألغاز ولا الموسيقى؟ الثقافة العامة.
يلا هالثقافة العامة سمية حتطرح لك السؤال، طرحي لها سؤال يا سمية. السؤال صح، نعطيك السؤال الأول. يلا سؤال ثاني يا ياسر، من هو مكتشف قارة أمريكا؟ من هو مكتشف؟ برافو 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 ليك الأخت كريمة من البليدة، مكتشف قارة أمريكا هو كريستوف كولومبوس. يلا يعني عندي الأسئلة سهلين، يعني لا سهلين، حتى هي ما شاء الله عليها عندها يعني ثقافة. يلا نشكر كثير الأخت كريمة، في انتظار اتصالاتكم على 0770-08-36-09. ما تنسوش تابعونا في البث المباشر عبر قناة الشروق تي في أوفيسيال، وأيضا عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. يلا نروحوا البث المباشر عبر قناة الشروق، في هذا البث المباشر كان ما شاء الله عليهم متابعين أوفياء اللي يعرفوا بزاف الإجابات في كل مرة، تكون إجابتهم صحيحة مرة، فقط دخلوا وعملوا شير للبث المباشر هكا باش يلحق الأكبر عدد من المتابعين، وإن شاء الله هم أيضا يفوزوا معنا بنظارات ألام. أكيد عندنا بزاف محمد ما درنا لهمش، يعني نقول لهم كي يطلع العدد راح تكون الهاتف يكون من نصيبكم. يلا نديروا اليوم تعرفوني أنا مجنون، طلعوها 3000 شخص في البث المباشر على الساعة الخامسة راح يكون الهاتف من نصيبكم، الهاتف ألفا بلس من عند إريسا راح يكون من نصيبكم. أنا مجنون وسمية تستفز مجنون أكثر مني. يلا نستقبلوا اتصال آخر شباب، رانا انتصروا ما حكمناش. يلا حاولوا يا ياسر. أم فؤاد من البرج، فؤاد من البرج، يلا فؤاد من البرج. مساء الأنوار أختي. مساء الأنوار، كيف راكم لاباس؟ الحمد لله. وش راكم وش راهم ناس البرج؟ والله الحمد لله راهم تسولوا عليكم قاعدين. الحمد لله. يا فؤاد سؤال الثقافة صباح لاباس؟ يعني الوقت احنا تأخرنا، سينو يقول لك محمد منين من البرج، وين تسكن في البرج؟ يلا منين من البرج؟ منين من البرج؟ دائرة المنصورة. يلا دائرة المنصورة، تحياتنا لكل سكان دائرة المنصورة. قل لي يا فؤاد، لغز سؤال في الثقافة العامة ولا موسيقى؟ الثقافة العامة إن شاء الله. يلا السؤال في الثقافة العامة، السؤال الأول، من هو البلد الذي لم تكن الشمس تغرب عن علمه، أو من هي الدولة التي لم تكن الشمس تغرب عن علمها؟ هي كانت إمبراطورية ومن قوة أنه كانت محتلة العديد من البلدان. ماذا؟ لا 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 ماشي اليابان، ركز معايا، ركز فقط. هي كانت محتلة العديد من الدول في مختلف القارات، وبالتالي يقول أن الشمس لم تكن تغرب عن العلم. Are you okay؟ لا لو كانت بدرود الشهر. لا هي سهلة جدا. هي دولة لغتها إنجليزية. هي بريطانيا. بريطانيا يا فؤاد، الله يعطيك الخير. صحيحة فؤاد، يعطيك الصحة. شكرا جزيلا. شكرا. وعليكم السلام. إن شاء الله تكون من الفائزين لنهار اليوم. هي سمية، أنا نذكر فقط بهذا السؤال أنه في لما كانت يعني بريطانيا كانت محتلة أجزاء كبرى من الدول في أمريكا اللاتينية، في إفريقيا، في آسيا، فالشمس فعلا لم تكن تغرب عن العالم البريطاني، فكانت إشارة إلى توسع نفوذ بريطانيا في العالم آنذاك. شكرا على المعلومات التي تفيدنا تفيد بها حتى المشاهدين يا محمد. استفادي صح من المعلومات. لا لا والمشاهدين عم يستفادوا. يلا خلينا في تعليقاتكم إذا راكم تستفادوا ولا لا. لا تحية كبيرة لعائلة عمر من جيجل كولومبوس. يلا هذه في السؤال الأول، أنا في بريطانيا الآن. ألو ألو، عندنا اتصال. عندنا اتصال من المدية على ما أظن. من ولاية المدية على ما أظن. وأم عابر. ألو ألو، مساء الخير. يلا أم عابر محظوظة لأنها آخر اتصال لنهار اليوم. أم عابر وينك؟ ألو ألو. ألو. يا أم عابر. مساء الخير. مساءكم لا. الحمد لله، أنت لاباس؟ لاباس. يلا بيسر. هادي صغيرة. لا لا، شحال في عمرك؟ ألو. شحال في عمرك أم عابر؟ ألو. ألو. يا أم عابر سمعينا. سمعينا فقط من تليفون، يعني نقص جهاز خلاص الهاتف ولا وشغل، يعني هذه حفظها ماما دايما تقول لي خلاص حفظتها، سمعينا من الهاتف ونقص ماشي من التلفزيون. كيف الحمد لله يا أم عابر. يلا قولي لي، موسيقى، ثقافة عامة أو الغاز؟ موسيقى. يلا يا زينو، اليوم المايسترو زينو.
عبير. يلا سعيدة العندليب الأسمر. أبي فوق الشجرة قارئة الفنجال. الليل يا ليلى يعاتبني. يلا شوفي لي، أنا نعطيك في الإجابة يعني بلا ما يشوفني محمد. يلا عبد الحليم حافظ. يلا عبد الحليم حافظ. يلا الإجابة صحيحة يا أم عبير. عبد الحليم حافظ. إذا مشاهدينا بالأخت أم عبير نكون قد وصلنا إلى ختام فقرة جيم تايم. نروحوا الآن إلى ضيوفنا اليوم، حنستقبل موهبة لكن هذه المرة ماشي في الغناء، في مجال آخر نتعرفوا عليه بعد هذا الفاصل. من جديد معكم مشاهدينا في برنامج سامر تايم سمية. هذه الايام جبنا بزاف الفنانين، قالوا لنا رجعتوا انا الحان وشبابي. يلا اليوم جبنا لكم فن اخر، فن جميل جدا كما راكم تشوفوا الرسم يعني، او حاضر معنا اليوم كذلك محمد. حتى يعني عمر البرنامج ما بقاش بزاف، لكن نقول لكل واحد عنده موهبه وحاب يجوز معنا في برنامجنا سامر تايم يلا معليش بعثونا على الخاص عندي ولا عند محمد، والباب مفتوح للجميع. يلا هنستقبلوا موهبة. السلام عليكم. خير محمد داخل سمية. السلام عليكم مشاهدينا الكرام. يعني راه واجد حاضر ناظر بسكوتش يعني. حاضر ناظر بنواضر. عرفنا بنفسك. معكم عبد السلام زكي، فنان تشكيلي. انا في البدايات تاعي في عمري 15 سنة من قرية ولاد صابر من دلس ولاية بومرداس. ما شاء الله ما شاء الله. 15 سنة. نعم. وش تدرس؟ هذا العام اللي ديت البيان تاعي. ديت امتحان شهادة التعليم المتوسط. نعم. كل شيء مبروك والعاقبة للمزيد. أنا نشوفوا هذه اللوحات يعني تاع اللي رسمها ضيفنا لنهار اليوم. قول لي كيفاش بدات يعني الموهبة تاعك؟ أنا الموهبة تاعي يعني بديتها منذ 4 سنين، وبديت كنت نقرا في الميراني في السيارة. يعني كنت نبغي نرسم بزاف، من خربشات تحولت الى لوحات فنيه. ولا استاذه تاع الرسم قريت ماده الرسم في لا ما زال ما قريتش الرسم جامعي، قريت رسم انا وما كانش اصلا رسم في السيان تاعنا. نعم هي عباره عن موهبه وتطورت. والمواقع التواصل الاجتماعي عاونتك شويه؟ اليوتيوب ولا نعم كثير عاونتني بزاف مواقع التواصل الاجتماعي خاصه اليوتيوب. انا نتفرج بزاف في اليوتيوب، ندي التقنيات تاعي كامل اليوتيوب يعني. ما شاء الله هاي الناس يعني تستعمل مواقع التواصل الاجتماعي بشكل صح يعني لتنمي مواهب. بالرغم نعم انه عمره صغير ما شاء الله عليه. شفنا في حتى الان محمد كاين بزاف اللي ولاو يرسموا بالقهوه، يرسموا على الرمال. نعم يعني هناك انواع كثيره يعني تعدت دوكا. يعني انت كذلك موهوب يعني في هذه الاشياء تقدر ترسم ولا فقط على؟ لا لا انا جامي سيت اصلا. انا نبغي ماتيريسي برك لي طابلو، نبغي نرسم بالوان زيتيه والوان المائيه ايضا. هذه المسجد الكبير على ما اظن. نعم المسجد الكبير، وهنا فيه يعني زحمه سير تعبر على الجزائر. خذيتها صوره ومن بعد رسمتها انا. شوفي اللوحه تاعي ككل، نشوف العديد من الصور ومن بعد كل واحد ندير منه فكره ومن بعد نديرهم في لوحه واحده. واليوم كان محضرنا محمد كانت يعني طابلو اللي كان راح يحضر معنا نهار اليوم هي صورة تاعي انا وياك لانه يتبعنا. نعم كنت راح نرسمكم انت وسمية ومن بعد ما كتبش ربي انا بالي غدوه ان شاء الله، ومن بعد كيعيط لي المعيط قال لي اليوم ما وجدتهاش. معليش المهم كل واحد بكر رسمه في طابلو وحده، باسكو كان في زوج في طابلو نقص على بالي. ان شاء الله نرسمكم ونبعثها لكم في انستغرام. ان شاء الله يا رب. ايضا عندنا هذه اللوحه. هذا اللوحه هي عباره عن لوحه قصبه السوينس كون انا يا. هذه قصبة الجزائر وقصر من قصور قصبة الجزائر. نعم قصبة دلس يعني. دلس عفوا قصبة يعني دلس هي أقدم من قصبة الجزائر يعني باش نكونوا على اتفاق. نعم هي بنيت في القرن الثاني قبل الميلاد قصبة دلس، يعني عبرت عليها فيها زخرفة أيضا وفيها أيضا هذيك البير اللي فلوس اللي هي قصبة معروفة يا فيها بير يا فيها فوارة.
هذا بير يعني ماشي نعم نافورة. شيء بير لأنه هي معروفة الدويرات تاع القصبة أنه كانوا فيهم بزاف البيار يعني البيار ولا نلقاو النافورات هي أصلا راحت للأسلوب الدمشقي يعني لا تشوفي مسلسلات الدمشقية القديمة تلقاي عندهم هذيك النافورة لي أنا عجبك يحطوا فيها تشينة يعني نعم اللوحة عبارة هي لوحة المرأة القبائلية هي الركيزة الأساسية في المجتمع الجزائري يعني ورسمتها بتقنية ألوان زيتية ودرت فيها بيجو كابي ما شاء الله يعني حتى هذيك هذيك لوحة فلابي شري الجزائر العاصمة يعني. مسمكة الجزائر العاصمة أنا نرسم بزاف على التراث الجزائري يعني. وشاركت في معارض ولا في مسابقات لا ما زمدت معارض يعني درت خطرة واحدة درت وحدي في سوبيرات في العاشور سوبيرات يعني نعم. وجو سوبيرات الناس سوبيرات كبيرة يعني هي في العاشور معروفة وجو الناس نعم كان إقبال كبير على لوحة يعجبوهم بزاف وكان ليش راو عليك لي طب لا لا ما درتش على باش كان في آخر أيام العطلة يعني درته يوم واحد فقط يوم واحد قول لي راك تخمم انك تبقى دائما في هذا المجال تزيد تتطور فيه نعم اكيد بما انك يعني بالرغم انه ربما ما شاركتش في المعارض لكن سيت يعني بامكانياتك الخاصه ربما في مكان ما قلتش مام با بالك ما يجونيش ناس ولا لكن غامرت وهكذاك درت نعم صح والله انا لا يعني كانت في اخر موسم الاصطياف شفت انا تبع بزاف فنانين جزائريين يعني ولا في الخارج شفتهم العديد من الفنانين داروا اكسبوزيسيون ومن بعد انا شفتهم قلت علاه ما نديرش كيما هما يعني ومن بعد رحت للسفيرات هضرت معاه وقبل وخليه يجيبهم هما جميل قل لي وين شنو هو المتحف او المكان اللي تحلم فيه انك تدير معرض يعني نعم انا نحلم ندير ايضا احنا في الجزائر اولا ومن بعد نروح للخارج ان شاء الله في الجزائر وين مع لوحة انا متمني يكون اللوحة التوعية مع لوحة بابلو بيكاسو ان شاء الله ان شاء الله يتحقق في يوم من الايام بس سيت ربما تطور هذه الموهبه اكثر وتلتحق بمدرسه من المدارس لا لا سيت يعني بصح ما كتبش ربيها دوكا رانا في فتره الحجر الصحي كنت راح ندخل الورشه تاع لتعليم الرسم ومن بعد كي جات هذا كورونا بدا الحجر الصحي ان شاء الله بعد البكالوريا مدرسه الفنون الجميله ان شاء الله يا رب ان شاء الله نشكرك كثير على حضورك ونتمنى لك كل التوفيق شكرا لكم يعني استضفتوني في هذا الاستضافه الجميله يعني احنا فرحانين بزاف بك تبقى معنا هنا في البلاطو لكن بعد هذا الفاصل برافو 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 كوكتيل ولا اروع رجعنا سنوات التسعينات مع ضيفنا لنهار اليوم الفنان طارق العايب مساء الخير طارق ومتشرفين نشكركم على الدهوة هذه وهذا شرف لي بيان سور نكون معكم شرف لي انك حاضر معنا وان شاء الله تكون قاعده خفيفه على الساده المتفرجين ان شاء الله لا هي خفيفه يعني ديتنا في جوله ما بين دائما في العاصمه لكن هذا هو احلى فن الجزائري هذا هو الفن اللي يفتخر به كل جزائري ماشي غير لاجيروا ماشي غير العاصمه الفن القديم الجزائري افتخار للجزائر كنز لا ما كان عندوش ثمن الناس برك للاسف مع الوقت رانا اون ايت اون تران ديليسي هذا لكن ربما الناس قد ما فرحوا قد ما زعفوا قالوا وراه طارق العايب يعني صوت كيما هذا للامانه بدون اوتوتيون يعني كان غير طاب الميكساج برك هذا ما كان باش نكونوا صراحه مع الساده المشاهدين لكن صوت ولا اروع يتسالوا يقولوا يعني وراه طارق على ما وش يبان صوت كيما هذا على ما يبانش هي كاين زوج كيما يقول لك سيف ذو حدين هكذا احنا عندنا ناسنا وبوند جزائريين احنا خاوه وكاع ناسي 48 ولايه يشرفني يكون صوتي مسموع عند الناس ولا كاين اصوات ما شاء الله صح الوقت زيد واش قلت لك الموسيقى شويه في الجزائر راهي في شويه في تراجع للاسف قلت الانسان يقول بامانه الحق وكفنان انا وفنان عندي سنين وانا نمارس المهنه هذه من حقي في وجه المهنه هذه نقول الحق الموسيقى في الجزائر راحوا المبدعين تاعها الموسيقى الاصيله الموسيقى محبوباتي راحت اون جينيراسيون اللي هذيك لا جينيراسيون ما خلفت والو موراها للاسف موراها نحب ندير صوالح مي الانسان يلزم يحترم الوقت راه في تقدم وتحترم كل واحد وقته وما نقولوش الموسيقى ما تموت عمرها ما تموت لي ستيل ما يموتوش
سيت اون كيسيون والناس واش تبروبوزي اوزوديتور ولا تيلي سبيكتاتور ولا واش تبروبوزي لهم كم موسيقى فهمتني. حنا الموسيقى ما كاش لي فريمون لي عاود رفد لها المشعل تاعها الموسيقى الجميله الموسيقى اللي كان يفتخر بها الجزائر ماشي بعيده كي يسمعوا الناس يقولوا بالك السبعينات هنا في الثمانينات في التسعينات في التسعينات كانت موسيقى ما شاء الله في كاع الطبوع كانت الناس تبدع في الشاوي في القبائل كان صراع كانت اون كونكورونس فيروس والناس والمستمع الجزائري كان يسمع هاد لي جور كاع ويسمع منين تعلمت انا هادشي باسكو كنت نقعد في الدار كي نشوف لاتيلي نسمع كاع الطبوع حببوني في الطبوع بصح الا ما نسمع والو في لاتيلي وما نسمع والو في الراديو نسمع ستيل واحد نسمع طبع واحد مع الوقت ما مع الاول نكرومي مع الوقت نوالف ويولي لي شغل عايش معايا خلاص نوالف باسكو ما كانش الناس ما تبروبوزيش طبوع اخرى والتراث تاعنا ما كانش انا نتحمل المسؤوليه واش راح نقول ما كانش بلاد بالك عندها ثقافه وعندها طبوع وموسيقى واسعه كيما الجزائر مازال ما شفتش بلاد كل بلاد عندها ستيل زوج كي البلافو عندهم زوج طبوعات دو ستيل في الشرق ولا في الغرب ولا في الجزائر عندك الصحراوي عندك عندنا طبوع ما الناس في اوروبا صدقيني هذه من عندي ماشي قالها لي جزائري الناس في اوروبا كيحبوا يختاروا غنيه ولا يسمعوا موسيقى شباب فنانين كبار في اوروبا كيحبوا يروحوا للطبوع الجزائريه القديمه هما راهم يجبدوا فيها ويدوا منها الموسيقى ويعاودوا يحيي مثلا شفنا مؤخرا في المغرب الاغنيه تاع عبد الرحمن جلطي غير انت يعني عاودها الفنان المغربي بيكوفر وظهر يعني غير انت اللي كانت في التسعينات يعني. ما كانش ما تراش بعيد اغنيه خرجت نتحداك لو كان يقولوا الناس ما تكذب ما شكيتش الناس ما من المجتهدين راهم يشوفوا فينا على بالي كل واحد قاعد مع روحه يقول لك تيا والله غير صح انا مالك ما كنتش ميم با مفروضونيها في فمي نعرف الا ما نعرفش دخلها ميم با تاعها نعطيك اون شونسون الا باتو لو ريكور حطمت الرقم القياسي تاع الاغنيه المسموعه في العالم كانت اغنيه واحده كانت شاده لو ريكور بوندون قريب 40 سنه جات اغنيه جزائريه حطمت الرقم القياسي هذا هي اغنيه الرايح وين مسافر دوك يقول لي كاش واحد انا من لا جينياسيون اللي فات قبل ما يديرها رشيد طه ربي يرحمه قبل ما يعاودها الناس كانت تغنيها كانوا يغنوها في الاعراس كانوا يغنوها في الحفلات كاش واحد سمع بها يسمعوا دحمان الحراشي ربي يرحمه فهمتني بصح شكون اللي عطاها لامي عاودها وما عاود لها والو عاودها كيما راهي ولات اغنيه عالميه معاوده بكاع اللغات هذا مات الحي مات الحي سمعوها الهنود عاودوها سمعوها ليزامريكا عاودوها الناس ولا تطلع بها لاسان يفتخروا اللي حافظين يا الرايح هذا مات الحي ماشي وخلي تشوف التراث تاعنا وانا كفنان نخرب شويه في التراث الناس القدم تشوف الموسيقى تقول سي با فري هادو كانوا عايشين في الستينات ولا هاد الموسيقى كانت جزائريه في الستينات كنا في 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 حاله نتمنى ان شاء الله ان شاء الله هذا انا من المنبر تاعكم هذا اللي حبيت نوصل هذا النداء يلزم انا ما نلومش المجتهد ولا ما نلومش المستمع انا قلت لك واش تمدلو واش يدي النداء هذا نوجهه للفنانين واللي يحبوا هذه المهنه ماشي اوبليجي تربح بها ولا تكون مشهور بها ولا تنال الشهره بها اديها بامانه خاطش هذه امانه تديها للمستمعين وداك تدخلها لبيوت الناس مد حاجه راقيه مد حاجه اللي تصلح بالمجتمع تاعنا اللي تربي المجتمع تاعنا اللي تنقي المجتمع تاعنا من الالفاظ تاعو برا تتنقى بارابور اللغه تاعو باسكو ميم دراري صغار يهضروا بالالفاظ الاغاني اللي يسمعوها صافي راك انت مربي تحب ولا تكره راك مربي صافي واش راك تمد للناس واش راك الناس واش راك هو رساله الفنان دائما يوجه رساله ورساله لازم تكون نقيه لازم قبل ما يخمم على المستمع كي يكون راح يدير الاغنيه ولا يدير الموسيقى هذه يقعد مع روحه يقول اسكو هذه يما تقدر تسمعها هذه اختي تقدر تسمعها هذا وليدي يقدر نخلي بنتي صغيره في الدار تسمعها جرب روح جرب في روحك ومن بعد اطرح حتى ربما لا تشاطرني الراي عندها كما نقولوا دير ضجه في عام ولا عامين بعد ننساوها ماشي كيما الاغاني شهر. يعني معليش حنا عطيناها عام طول عطينا له الوقت بصح ومن بعد تتنسى يعني يجي واحد اخر لانه علاش ربما بكري تشاطرني الراي انه قبل ما يخرجوا الاغنيه كانت تطول باش تخرج الاغنيه يدقوا في الكلمات في الموسيقى تبقى يعني اغاني بوليفان يعني وراي الحفله اللي ما ندخلوش بها ما نسمعوش نعطي لك مثلا الكواليس للموسيقى بالك نزيد نعطي لك ماشي هو مام هو يحب يدير اغنيه رديئه مام هو يحب بكري مام الموسيقي كيروح للستوديو ما يلعبش معاه يقول له هاد الاغنيه انا ما نلعبهاش
انا عندي. يقول له بصح حتى ما تبانش. انا لا لا اخي، شكون اللي ادى الاغنيه؟ شكون اللي لعب الموسيقى؟ فلان. انا عندي فاميليا موراي، عندي ناس، عندي عايش في مجتمع نقي. علاش قلت لك بكري كانوا كاع يربوا؟ من في الاستوديو كي يدخل يشوفوها اغنيه ما تليقش ما يخدموهالوش، ما يلقاش وين يديرها، ما يلقاش. بس باسكو كي قلتي عام، انت بالك عام دير ضجه. بصح انا على بالي باللي باسكو نخدم حفلات ونخدم مع ناس ما شاء الله اللي عندهم اللي يسمعوا، عندهم اذن موسيقيه محترمه. كاين عندنا 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 بيبليك، عندنا بيبليك ما شاء الله. مانيش نقول باللي الجزائر خلاص لا 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 لا، عندنا اصوات ما شاء الله اللي مازال دائما تحافظ على الفودو تو. مانيش نقول باللي بلادنا ما رانا عر من الناس، ما رانا خير من الناس. اكيد يلا حكينا بزاف ربما على الموسيقى. واسمه طارق يعني حاضر ايضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال اللايفات اللي كان يديرهم خلال فتره الحجر المنزلي، اللي كان ينحي شويه الخاطر. ينحي ضيقة الخاطر. جيت وعيطت الناس ونحيت لنا مليح ضيقة الخاطر. الواحد عنده توحشت الموسيقى يا اخي. احبك دوكا لو كان نلقى نغني حتى الصبح ما نعيا. مرحبا بك. مرحبا بك. يلا راح نزيدوا نسمعوا كوكتيل في طابع اخر في نهايه البرنامج. لكن الان احنا نروحوا لعبه، احنا اللي يجي يلعب معنا. نعم راح تلعب انت، وعندك موهبه اليوم معك في الرسم. عامل لي طابلو تاعو. بارك فيك يعطيك الصحه. قلنا طارق طاح له طابلو واحد تاعو لازم نرفعوه. يلا قصبه اللس. ديسيني شويه طارق ولا درت الرسم؟ درت الرسم. وش رايك؟ وش رايك في اللوحات؟ ديسيني بزاف ماشي بشويه. هو شاب في عمر 15 وفي لي بوزار ماشي رحت تعلمت فيها. الله يبارك. كي شافوني عندي موهبه في المسيد داوني لي بوزار. داير سي غراس على في ميوزي لي بوزار اللي صوتيت لا ميوزيك. بون لا ميوزيك سيتي كانت كنت صغير نغني في الباطيمه. ملي كنت انا اللي كنت الجيران كيخدموا الشغل كاع في الباطيمه نغني، ونهار ما نغنيش يروحوا لي يما الله يرحمها ولا يجعل امهات الجزائريين كاع في الجنه، يروحوا يدخلوا لها يقولوا لها الحاجه طارق ماهوش يغني لنا اليوم، ما قدرناش نخسروا المواعن. سيتي باسكو الباطيمه فيها ليك وكذا ونحفظ. واش كنت تغني كي كنت؟ كلش. من طقطق السلام عليكم، عبد الحليم، ام كلثوم، خوليو، ازنافو. اعطينا موال هكا كنت تديرو كي كنت صغير في الباطيمه. رضيت تطلب ام كلثوم. ام كلثوم ولا عبد الحليم؟ قالت لك راضية حب عبد الحليم. مقطع صغير كاش اغنية عبد الحليم. ام كلثوم ولا عبد الحليم؟ كيما حبيت. ام كلثوم ولا عطينا مقطع صغير برك. على قد الشوق بعيوني يا جميل سلم، انا يا معيوني عليك سالوني ويا ما بتكلم. على قد الشوق اللي بعيوني يا جميل سلم. يلا هذه كانت في خاطر رضيا. لا قلت لك احنا ليجي انت كنت تلعب في الباطيمه كي كنت صغير كنت تغني، بصح دوك راح تلعب ما تغنيش. دوك تلعب نعطيك كلمات لازم تقراهم لانفيتي اللي هو معاك، وهو يقرا لك كلمات بالاشاره تميميو بلا ما تهضروا. لا نعطيك انا ورقه انت تقول له جمل انت تسيي تفهمه، الجمله الاولى تفهمها له تميميها انت تميمي له وهو يميمي لك، والرابح راح يدي كادو. اللي ما يربحش ياكل لها ريزه. ما كاش مشكل. قبلين يلا جوز تفضلوا البوديوم. يلا هذه تاع طارق هذه، وهذه تاع ضيفنا. يلا جوز البوديوم فوق. راك فاهم ابي بري كيفاش؟ اللي ما راح مع العروسه ما راح مع امها. هاك هضرتها ما تهضرهاش. ما تقولهاش بالاشاره. يلا الميكروفون تقدروا تستعملوا ميكروفون. لا ميكرو واحد. استعملوا ميكرو واحد. عم عقمي الميكروفون تاع حنا ماخذين كل اجراءات الوقايه. وانت واش يجي في ذهنك قول لنا واش اسمه قول له. وي بيان سور. وانت دير الميكروفون. انا نروح نعاونه. من بيا طارق من بالليل. انا اليوم حنستعمل حق الفيتو ونجي نعاون. شوف نقرا وش هو نشوف. البارح يا رايح. اليوم انا راح. اللي ما راح مع العروس. اللي ما راح مع العروس. تاع
استعمل الميكرو فقط. استعمل الميكرو. واش قال محمد؟ اللي ما راح مع العروس. ايه كمل المثل. ما نعرفش. اللي ما راح مع العروس ما يروح مع امها. يلا دوك حنا نميمي ولو طارق. هذه نعرف لها. هذه تعرف لها. يلا ميمي هالو انت يا. لا استعذرت جيب نحكم لك. ما طارق هو يجاوب. يلا من هنايا. دير فمك ثاني. داري. داري. دار السلطان. لا لا. داري تستر عاري. أعطينا واحدة زينو. دير دير داري تستر عاري. الحركة زينة. يلا دوك أنت تميمي لنا طارق. تتميمي لنا. تبع معه تبع معه. أنا من عرفتها نقول نخسر ما خصك يا معوجة الحنك ما خصك يا معوجة الحنك غير سباك يلا دوك حنا نميمي ولو هيا عطيه له اصبر ما تقول له ما تهدرش لازم تقول له بالاشاره تفضل غير شويه لما تقول له شد في ذاك الخيط واعر 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 طارق واعر في اليمين الشح شحمه شحمه ودير عشرة وقرص يلا اعرف هذه بلا ما ساعدتوا فيها يلا دوك حنا نميمي ولك طارق تعرفها هذه نعم بس احتوى على الشيء سهلة ها شو طارق شو كاش احنا ميمي هذا اللي راح ولا وش من بلنا خلا تشبه لها واحد كيقلقك ويقولك انا رايح طريق السد ما ترد طريق السد اللي تدي ما ترد ما ترد فوالا هذه هي هي طريق البحر اللي تدي ما ترد يلا دوك حنا طارق يزيد ميمينا وحده هو يمينا شجرة شيعة شيعة ما تشبهها كاش شو نقولوا شيعة بلا بلا كاش بلا شبعة بلا شبعة هيا دوك حنا الميمي ولا هذه ولا ميمي هالو سهلة دوك شوف كاش الميمي هالو ملي نصبح لا لا كدا وتموزي لا كدا مامي ماليش مامي ماليش مات شي ماء هذاك هكا مات انتم عندكم لا مات هكا مات هكا شوفي على الفيسبوك الى القواه سميه يلا نشوف بات مع الجيجان ايه ايقاقي صباح ايقاقي بات ميلا مع الجيجان واخيرا يا طارق شكرا انا اللي ربحت نشكركم كثير طارق وضيفنا على الميم احنا نروحوا فاصل اشاره قصير وبعدين متواصلين معكم بقوا معنا يلا مشاهدينا عاودنا ولينا لكم من جديد دائما من الطبله تاع الشيف حسين نعرفك حسين انا يقول لي ما عرفتينيش شيف حسين انا لما نشوف الاكل يدي التلفون لي اسمه تجيني فقدان الذاكره شيف حسين غادي يطلع اسمه تاع الاكل انت بتبيع اسمي برك ماشي مشكل يلا تفضل قول لي واش حضرت لنا اليوم باش قلنا اليمين فيه حضرنا بالشوكولا وقلنا اليمين تاع هادو فرسيناهم حاجه مليحه كو درتهم يعني صغار حنا دائما نتعذبوا في الملفاي تخرج لك خا منهم من هذه صغيره غير وحده هكا ترمي في فمك سي بون ما كاش مشكل عندنا لي جو عندنا لي جو نحكي لهم على الجو تاع الفاكهه العجيبه هذيك اللي درناها من قبيله هذا هو كيتحضر على هذا الشكل وان شاء الله كيذوقوه تعطوني رايكم كيفاش يكون قالوا لك راك انيق اليوم قالوا لي وي يلا انا اختك دائما نشكرك ونقول لك راك جميل اليوم وانيق روحوا ندوا فقط
العسل. نعم. إيه الضيوف محمد نخليك نجيب معايا نخليك. هما راحت لهم الباقار اللي صرا يعني في الفاصل بيني وبينك. طيبت لحمة راحت لهم الباقار يعني. يلا مع ضيوفنا الشاب طارق، وايضا راهو معنا فقرة بيبول مع زميلنا ياسر الكسوري. اعطونا فقط الميكروفون، جبنا معاك الميكروفون داكور ماشي مشكل. بعد هذا الجينجل نتابعوا فقرة بيبول. يلا من جديد معنا ياسر الكسوري. مساء الخير ياسر. مساء الخير محمد، مساء الخير سمية، ومساء الخير ايضا لطارق ضيفنا. طارق ضيفنا اللي ابدع يعني بالاغنيه، يعني كنت اطرب كان في الكواليس يعني، كنت في الكواليس يعني مترشح. يلا ياسر اعطينا الاخبار. اذا مشاهدينا الكرام نروحوا مباشره الى فقره بيبول اللي تهتم باهم اخبار المشاهير عبر العالم. نبداو بالفنانه مايا دياب. مايا دياب اللي قامت بمبادره انسانيه جميله جدا، وهي نشوفوها عبر هذا الفيديو وراجعين. رجعوا هذا الاصابع ووجوه اطفال، رجعوا لي قلبي كثير. أول طفلة شفتها كانت الطفلة يارا اللي عمرها 4 سنين، واللي تشوه وجهها من جراء هذا الانفجار. ومن دقيقة اللي شفتها حسيت إنه عبالي صلحنا وجهها، وهيك رح يصير. ولكل الأطفال اللي تشوهوا من جراء هذا الانفجار رح نكون عم نساعدهم بكل أنواع الليزرز اللي موجودين، لنقدر نجمل ونساعد البشرة إنه يختفي منا أي ندب موجود. وهذا الشيء رح يصير بسنتر نيويو فيردان اللي عندهم أكبر عدد ليزرز، مع دكتور ندى سويدان اللي هي اختي وعائلتي الله يحميها، واكيد مع ان جي او هيومن ديجنيتي يونيون، هذا ان جي او جديد لجو معلول طبعا صديقي وخيي. التواصل معنا رح يكون في ويب سايت الجمعيه هيومن ديجنيتي يونيون مع الرقم، ورح يكونوا سريين ابتداء من يوم الثلاثاء اللي جايه. اذا بعد هذه المبادره الجميله اللي قامت بها مايا دياب نروحوا مباشره الى نانسي عجرم اللي رايحه تطلق جديدها الفني، هذا المرة أكيد مع الشاعر الكبير أحمد علوي اللي تم أن تعامل في عديد الأعمال. وهذه المرة ستكون الأغنية باللهجة الخليجية، الأغنية بعنوان هانيالو مع الشاعر أحمد علوي، وذلك بعد 6 سنوات من آخر عمل جمعهما. مباشرة إلى أخبار المشاهير الهوليووديين، ونروح إلى براد بيت وكذلك جينيفر أنستون اللذان يجتمعان من جديد في فيلم كوميدي، وذلك بعد 19 سنة من غيابهما عن الشاشة. الفنانان سيجتمعان أكيد مع الكثير من مشاهير هوليوود. أما نصف زيتون فمن جهته انضم إلى القافلة المساندة للبنان، وغنى أغنية جديدة مساندة للبنان بكل إحساس، وحط فيها كل إحساس. ونعرف أنه ناصف زيتون بين الأصوات الجميلة، الأغنية بعنوان أنت الأم اللي بتلم، أغنية جميلة جدا من خلالها ناصف زيتون يساند أيضا لبنان وكل ضحايا الانفجار. أما ميلانا ترامب و ميلانيا ترامب ودونالد ترامب اللذان يتصدران الترند العالمي محمد بهذا الفيديو الطريف الذي سنراه، ثم نرجع للتعليق عليه. اذا بهذا الفيديو الطريف اللي كنا نشوفه فيه لا شرح لنا الفيديو يا اخوي. الفيديو الطريف هذا اللي ميلانا ترامب اللي ترفض امساك يد زوجها دونالد ترامب في حادثه، يعني اكيد انها غضبانه عليه، يعني اللي مزوجين عادي رئيس اكبر دوله في العالم ومرته زعفانه عليه. زعفانه ولا حشمت؟
لا لا ما شكيتش. لا لا هي في كل مرة يعني تزايدها مثلها مثل محمد لما نكونوا حنا جمعنا صورة مع بعضنا يقول اش نسمع بعدل هيك. المرأة طبعها خجولة بالك حشبت. يلا إذا بهذا محمد وسميا نكونوا وصلنا ومشاهدينا الكرام نكونوا وصلنا إلى آخر أخبارنا في فقرة بيبول لأهم أخبار المشاهير لنهار اليوم. لكن آخر خبر راهو عندي أنا اللي نعطيه لكم مشاهدينا في الكواليس تو تقدروا يسغل يدهم يعني والديهم اللي يكونوا في كجدار يبدا يقول لها ماما اعطيني هذه مقبل محمد يقول لي كاميرا على ياسر اعطيني حبامي الفاحش هو اخر خبر عادي ذكرك لو قد حبك. روحوا الان الى قرعه البرنامج سحب السحب على مواقع التواصل الاجتماعي ما لحقتوش الرقم المطلوب للاسف الهاتف ما حش يكون من نصيبكم لكن حيكون من نصيب المتصلين ونعطوه لضيفنا طارق ويسحب لنا اسم الفائز بهاتف النقبه. يلا شكون الميكرو طارق هاك ربحتي عليا الفائزه هي ام عبير المديه اخر متصله على ما اظن ام عبير من المديه فائزه بهاتف نقال مهدى من عند ايريس يلا ادعي لي بالخيره هايها نروح الميكروات البخاريه اليوم ياسر نعطوها لياسر اليوم الميكروات البخاريه باسكو وسحبت ولا جبت مباشره خلطت ولا خلطت خلطت اكيد المصداقيه منال من ولايه تسطيف الف مبروك الميكروات البخاريه المهداه من عند ايريس يلا سميه عبء التجد سمية نحسها تفرح لما تجبد الاسماوات يعني نصير راح تكون في الخير على المشاهدين الكرام والله غير راجل انور انور من تبسه ام انوار ام انوار ما هي تسمى انوار انوار من تبسه انوار هي اسمها انوار ماشي انوار اول متصله هي امراه هي عيطت لنا يلا الف مبروك رياض هو اللي يجبد عباء الساجده يلا نروحوا لطقم السواليس الف مبروك انوار من تبسه عباءة الساجده يلا نروحوا لسواليس الباك تاع سواليس راح يكون من نصيب من يا ترى ام ياسين من الكاليتوس في العاصمه الف مبروك طقم مهدى من عند سواليس على مواقع التواصل الاجتماعي لغز ولا مقطع موسيقي ولا سؤال قال انا من سينا انا راح نقول لك يلا عيطوا زينو يلا زينو روح سحب لنا أو ورقتين فقط يعني اعطيني واحده منهم يلا من صاحب نظارات آلام الرائع فؤاد من البرج الف مبروك نظارات آلام الفاخره مقعد لنا نظارات آلام على مواقع التواصل الاجتماعي يلا نديروا هنا الفوت شوفوا لي لغز يرفع يده لي موسيقى يهبط يده لغز انا لغز انا خاطيني من الفوت خلاص ريت الخفاف موسيقى زوج لغز لغز موسيقى لا 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 هكذا شغل راكو تريشيو علاش قلت ثلاثة موسيقى هي مازال ما رفدتش لكن سمحوا كاين لا ريجي كامل قال لكم رانا داخلين في التصويت وحنا يلا راديو محمد يلا اختاروا لغز يلا على الاقل باش نخلوهم كيفاش نقولوا يخموا يلا يخموا شويه اللغز واللغز لنهار اليوم يقول لغز سهل جدا شجرتنا فيها 30 ورقه واللي قطف ورقه يحصل في الغرقه شجرتنا فيها 30 ورقه واللي قطف ورقه يحصل في غرقه عرفت الاجابه ياسر اعطيتك البحث الاجابه تاع اللغز شوف فيها شجرتنا فيها 30 ورقه وديفوا تكون فيها 29 ورقه واللي قطف ورقه يحصل في الغرقه قال لك ياسر عاوننا ما ندي ما نعاون فيكم يلا جاوب رمضان الاجابه الصحيحه حدوش امينه حدوش امينه حدوش هو امينه شهر هي اول مجيبه على يلا عملها كابتور هو شهر رمضان الفضيل شجرتنا فيها 30 ورقه واللي قطف ورقه لكل نهار من رمضان يحصل في الغرقه يا يصوم 60 يوم متتاليين يا يطعم 60 مسكين يا يدير وش يدير بهذا نكونوا قد ما تعرفوش كيفاش ديروا كابتور البلوس بال ماشي موالف لي كابتور خويا انا ما نعرفلوش صعيبه هذه ماشي موالف لي كابتور يلا ها ياسر الفوليوم على ايوا ها طارق لا هو يلعبها هو يلعبها برك لا هو لا هو دابا في تليفوني نعرف في تليفوني نعرف بيان سور في تليفوني ما يعرفش في تليفوني اللي جاوب قبلها وما جاوبتوش المهم الاجابه لقاها ياسر الكسوري
اللي عنده الشكاية راح يلصق الشكاية أنا خاطئ كسوري يروح يبعث له الشكايات. طارق نشكرك كثير على حضورك معنا. أنا اللي نشكركم على الدعوة هذه، عندي جوزت معكم وقت ما شاء الله، إن شاء الله ما يكونش الأخير إن شاء الله. و احنا نتمنوا دائما تكون دائما حاضر معنا ومازال ان شاء الله. هذا شرف ليا بيان سور افيك بليزير. هذا تعجبني طارق يحشم ما يقول لك الاخر وهذه هي بيان سور. محمد لازم تحشم منه. ربي يبارك فيك والله سعيد جدا ومتشرفين بك. وراح نزيدوا نسمعوا طارق. يلا عندكم اهداء، عندنا اهداء خاص زميلنا مراد يتمنى الف او يتمنى سنه حلوه سعيده لابنته اميره اللي اطفت اليوم شمعتها الاولى. كل عائله عقار الف مبروك يا مراد، وتتربى في عزك ان شاء الله، والعقبال المئات سنه ان شاء الله يا رب. يلا كاين فاطمه كانت معنا الهاتف تسلم عليا وعليكم محمد. يلا نسلم على فاطمه من عام ان شاء الله تكوني بالف خير. يلا اهداء منا لمن بليده طالبه شغوفه بمجال الاعلام، تقول لكم مشكورين على المحتوى اللي راكم تقدموه، موفقين خويا محمد اختي سمية كل طاقم الشروق لعائله عمراوي في كل مكان. يلا مراد حدو وروزا خوجة بمناسبة إزدان فراشهم بمولود بهية طلعة سمي على بركة الله أريس، يتقدموا له كل من صالح لونيس وعائلته ووالدته الكريمة، لكل من الزوجين وعائلتهما خوجة وحدو بأحر التهاني وأطيب المواد تماني، وربي يتربى في عزهم ان شاء الله يا رب. ونختموها مع شباب وطمينا بيان سور ما ينساوش طمينا اكيد. أيوه. نختموها مع فنان طارق العايب بكوكتيل. يلا اخر ديديكاس لمن عائلة أمات قايدي. أمات قايدي والزوجة العزيزة اللي ربي يحفظها له من عند فاتح طوالي. أكيد. يلا يلا نتلقوا غدا إن شاء الله في نفس التوقيت، ونختموها مع فناننا طارق العايب.